السلام عليكم، أنا كان، واليوم حسوي معاكم حلقة غير عن كل الحلقات. ليش؟ عشان حسوي معاكم شيء ما عمري فكرت أسويه في البيت، اللي هو عطر. كيف حسوي العطر؟ عن طريق هذا البوكس، اسمه جرب. هذا البوكس من متجر جرب، في أشياء كثيرة غير العطر، في مناكير، في رول، في بخور، في شموع، بس أنا حبيت أسوي معكم عطور. افتح البوكس. الورقة، محتويات البوكس: علبة عطور، ثلاثة زيوت، عبوة، ابتكارات لتزيين العطور، ورق لشم العطور. في هذه ثلاثة عطور زيتية، وكأني شوف شيء. واه، هدية، شكرا. عبوة إيثانول، هذه علب، هذا كمان، هذا استكار، هذا برضو علب، هذه سفرة، هذه كاسة فيها إبرة. أكثر شيء عجبني فيه إنه موفر كل شيء، ما أحتاج نطلع أي شيء في البيت، الكاسات وحتى السفرة، القفازات. مرة حلو، مرة حيكون حلو في الجماعة إنه كل واحد يصنع عطور ولا راج ولا مناكير ولا بخور. ويلا نبدأ. نحتاج اختار هذا أو هذا أو هذا، حاجة وقرة قال لي عمي عبد العشرة، خل نختار ده. هنحط الزيت العطري كامل داخل العبوة. لو تشموا ريحة المكان كيف، مرة حلو، جميلة صح؟ شم كده. بعد ما عبيت الزيت العطري، دحين هحط دي المادة اسمها الإيثانول. هنحط 30 ملي. ثلاثين ملي يعني حسوي ثلاث مرات نفس الحركة. قربنا نخلص أول عطر، دحين حنقفل أول عطر. خذ بقوة، نحط ستيكر. نشم العطر، ريحته حلوة. هنكمل على نفس الطريقة باقي العطرين. اتخيل لون السفرة طلعت. ما كنت متخيل أسوي عطر في النهاية، طلع أسوي تلات عطور. يلا نشم. حلوة، بس اللي قبل أحلى. صار عندي عطرين، أو كده خلصنا تلات عطور. صار عندي عطر قصة، عطر ديور وسوفاج، عطر Good girl. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب.
باي.